أخبار اليوم. المعايير، احنا قلنا المعايير، احنا بنعمل تقييم للمحافظات وللأداء في المحافظات والخدمات التي تقدم في المحافظات ومدى رضا الجماهير عن الخدمات. هو ده المعيار اللي احنا على أساسه قد تحتاج بعض المحافظات إلى دماء جديدة أو إلى تطوير في الأداء، وده اللي على أساسه إن شاء الله إذا كان في تغيير بإذن الله يكون في هذا الإطار. يعني عرفت فندم كم محافظ مثلا الناس مش راضية عنه؟ إحنا عندنا 27 محافظة، فبنقيم 27 محافظة إن شاء الله، وفي بعضهم إن شاء الله قد يحتاج. مبشرات أو مؤشرات التقييم بتقول يا فندم كم محافظة؟ نعم، عايزين نعرف بس في تقييم مبدئي عدد المحافظات يعني اللي ممكن يتم فيها تغيير. لا، ده في تقييم حقيقي، عندنا 27 محافظة كلهم بيقيموا. طب يعني ابرز المحافظات اللي هي نقول ادائها اقل وادائها افضل يا فندم؟ عايزين عدد بس. يعني اسكندريه عدد 27 محافظه، احنا بنقيم ال 27 محافظه كلها. هو يا فندم اكيد بس في مؤشرات للتقييم وناس زي هاني. لا ما تقولش هاني، لا ما تقولش هاني. ما احنا قلنا المعايير، جوده الخدمه، سرعه اداء الخدمه، الاستفاده من الموارد المحافظه، رضا الجماهير، المرافق. يعني طبعا في المرافق دي فيها جزء كبير امكانيات، انما سرعه يعني انجاز المشروعات، سرعه حل المشاكل، هو دي كلها العوامل اللي بتحدد. عانى الصعيد بعض محافظات الصعيد عانت من يعني اهمال التنميه على فترات سابقه. لا، هل هيتم تدارك ده في المرحله المقبله؟ لا، محافظات الصعيد بتحظى باكبر قدر من الاهتمام، وهناك مشروعات كثيره جدا في الصعيد، وهناك مثلا بعض المشروعات او المباحثات مع البنك الدولي مثلا ووزاره التعاون الدولي لمشروعات كبيرة تتم على أراضي المحافظات. لو احنا عرفنا انه مشروع المليون ونص فدان معظمه في محافظات الصعيد، تطوير المناطق الصناعية في الصعيد، خطط الإسكان، كل الحاجات دي في الصعيد، والطرق، مشروعات الطرق، ربط المحافظات ببعضها، دي مشروعات كتيرة جدا واهتمام كبير جدا على الصعيد. في ظل اللامركزية اللي بتنتجها الدولة يا فندم، هل ممكن نشهد محافظين يتولوا بالانتخاب يا فندم؟ لا، لحد دلوقتي ما فيش محافظين بالانتخاب. هو الحقيقة في فرق بين المحافظ وبين العمدة. في كل مكان في العالم في نظامين، العمدة اللي هو اللي بينتخب، المحافظ ده بيعين من قبل الدولة. فإحنا عندنا نظام المحافظي، وأنا الحقيقة ما بفضلش، أنا شخصيا يعني أنا شخصي إن أنا بفضلش الانتخاب في المحافظي، لأن أنا بفضل الانتخاب في تمثيل الجماهير، من يمثلهم أمام جهة الإدارة، إنما من يعني يقود العمل التنفيذي أنا أفضل ألا يكون منتخب، خاصة لأن احنا عندنا العلاقات الاجتماعية والأسرية قوية جدا، وممكن أن تسبب مشاكل لمن يقوم بهذا الدور في مكانه يعني.